توكل على الله. أنا عندي هنا معادلات الحركة الجسم اللي بيعمل جنرال. الجنرال دايما له ترانزيشن وله روتيشن. طب الأول بالنسبة للترانزيشن، ترانزيشن يعني انتقالية. بس بص كده، في ثلاثة. الأول بقول محصلة كل القوى اللي في اتجاه الإكس هتساوي سمشن ام في الاي جي اكس. الجسم احنا قلنا بنعمل له كونسنتريت عند الجي اللي هو السنتر اوف جرافيتي، بيبقى له اتنين اكسلريشن. نفترض ان في واحد هنا بسميه اي جي اكس وواحد هنا بسميه اي جي واي. انا ممكن اخلي فيه اي جي اكس واي جي واي، ممكن اخليه بس اي جي اكس. ازاي؟ لو الجسم ماشي بخط مستقيم كده ده هيبقى ريت لينير، هيبقى له بس اي جي اكس. انما لو كان المستوى مايل كده ممكن اخلي له المستويات اللي انا بدرسها، هذا المستوى اللي هو الاكس والعمود اللي عليه واي، واقول له هو ملوش الا هنا بس ماشي. او ده انا سميتها واي داش ودي اكس داش، واسمي دي اي جي اكس داش. او ممكن احلل الاكسلريشن ده واخليها واحده كده واحدة كده، وسمي دي اي جي اكس ودي اي جي واي الحقيقية اي جي واي. فهنكتب المعادلتين اهو بصيغة عامة زي ما عجبك. طبعا لو انا خليتها في اتجاه اكس وهو ماشي موازي للمستوى بيبقى الاي جي واي بتساوي صفر. ده الصيغة العامة. هو كتبت ايه؟ سبمشن اف اكس بتساوي سبمشن الام في الاي جي اكس كذلك الواي. دي نشوف دي، قول لي محصلة المومنت حوالين الجي كل القوى الخارجية. طيب تعالى نتأكد. افترض ان في قوة كده وفي قوة كده وافترض ان في قوة كده، اخد كل دول ممكن اجيبهم حوالين الجي ديت، محصلتهم كلهم ما دام بتجيب حوالين الجي يساوي، المفروض اكتب كده ام اي جي، ما هم بيكفوا كلهم اهو، كل القوى دي كلها سواء اف اكس او في واي بيساوي ام اي جي. مضروب فين؟ في البعد. بس كان هي اصلا بتمر بالنقطه جي. مين هي؟ اللي هي الام اي جي. الام اي جي دي اسمها الكايناماتيك، اللي الوصف، وصف مين؟ وصف محصله القوه. فانت لو جبتهم حوالين الجي هي مش بتبعد، عشان كده كتبنا بتساوي صفر، بتضرب في صفر. انما لو اتنقلت نقطه ثانيه مثلا هنا، ديت مش هتساوي صفر. الام حصل ضرب الام في الاي جي لها بعد حوالين مين؟ النقطه ايه؟ نكتبها ام جي. ما هنا نكتب المومنت للام كي، يبقى مكتب محصله ال يعني مومنت الام كي اللي هي النقاط الخارجيه كامله. لا طيب عشان طيب ايش الفرق بينها وبين الدرس اللي فات اللي كنا نقول الام يساوي الاي في الالفا؟ الثاني كان جسم بيعمل روتيشن بس. الجسم كان بيعمل روتيشن حوالين هذا جنرال موشن. يعني هو بيعمل حوالين الجي بيلف زي هولينج ده كده، ده عمال يدور. انما ده بيعمل جنرال موشن. ايوه جايب لي اول مثال اهو، بيقول لي عندي صندوق 50 كيلو جرام ريستد اون هوزنتال سيرفيس وفي معامل احتكاك اللي هو 2 من 10. يقول لي عايزين نجيب الاكسلريشن لهذا الصندوق. طبعا المستوى مايل اهو، قصدي مستوى مستقيم، يبقى مفيش الا في اي جي اكس بس. اما انا هعمل رسمتين، واحده كايناماتيك. انا بقول لي هذا له حركه ريكتلينير بس. ايوه بعمل له بوصفه في رسمتين، فري بودي دايجرام وكايناتيك اهو. كايناتيك يعني النقطه بتاعت السنتر، لان هو الجسم منتظم، يبقى في النص بالظبط اللي هو الاي جي، وبقول له اتجاه الحركه اهو كده، واكتب هنا ام اي جي. طيب نيجي نشوف بقى الفري بودي دايجرام هنا. ابو علي اعتذر على المقاطعه، بالسؤال بالله قبل نكمل. الان هذا بس كيف بميزه عن الدروس القديمه؟ انا عرفت القديمه يدور حول نفسه او يدور حول نقطه معينه. طيب الدرس هذا ده ماشي بخط مستقيم اهو، او على المستوى كان متثبت في نقطه وبيدور حواليه، ده ما بيضربش. لا الجسم بيمشي، يمشي في مستوى كده او ليه خط منحنى كده، المهم بيمشي على مستوى.
انما التاني بيدور روتيشن، اوكي وليه نقطة اوكي ثابتة جواه. فأنا رسمت كده أهو، ده مين اللي أنت بترسمه، ده اللي هو الكاينتيك دايجرام، ورسم الفري بودي دايجرام أهو. كتبت هنا القوة 600 نيوتن، في لسه اتنين، لسه في تلاتة، هما في وزن هنا، هنا ام اي جي، وفي كاتب لي في احتكاك، لأن في معامل احتكاك أهو عند النقطة دي، وبكتب اف فراكشن. فاضل لنا بقى هنا رد الفعل. لما بنتعامل مع الجسم وهو بيتحرك زي ده كده، فاحنا الكود ممكن يكون الجسم ان هو يحصل له تيبنج او بولينج برضه، ما ممكن يتقلب او ممكن يتزحلق، سليبنج او سلايبنج. ايوه تيبنج او اه فبنعمل ايه؟ بنفترض ان هو بيحصل له سلايدنج. سلايدنج يعني بيحصل انزلاق. طيب معناها ان كنا نفترض تيبنج يا ابو علي لا، كنا بنقول الاف، بعدين لا لا كنا بنقول الاف اللي هو الاف فراكشن ده، كنا بنقول له حطه ميو كي فين، حط رد الفعل هنا، ما تحطوش هنا، واثبت ان مكانه نص، اقل من نص العرض. يعني العرض ده كام؟ 1 متر. فهنا المسافه دي، دي المفروض نص متر. انا وضعته على مسافه اسمها اكس، بحيث ان اكس اقل من نص متر. يبقى انا افترضت دي واتحقق هذا من في حال البوكس، لان احنا مسحناها الكلاس اللي فات ما ايوه، ما انت تعمقنا فيه، قلت لي لا. يعني ما توقعت انها راح تجي. انا افترض ان هو في الجنب اهو، ليه البوك الكراك رايت او يبقى اذا الريفراكشن بتساوي ميو كي ان. وبعدين هنفرض، قصدي نتاكد من خلال البعد اكس، وبعدين في واي اتاكد اكس اقل من نص الويتس. يعني قلنا ده كله متر، خدت نصه يبقى اقل من نص متر، فده اللي احنا هنتاكد منه. طيب طيب ابو علي، هذه فرقها عن بالنسبه للدائره، ان نفترض في الدائره كنا نفترض انها تيبنج، اما هنا نفترض انها سليبنج، ونعوض بالقانون اف ايكوال ميو كي في الان، ونثبت ان الاكس اقل من نص المسافه. بس هذه الفكره. يعني انت كنت بتقول في التيبنج، كنا احنا قلنا في التيبنج تطلع فوق كده هنا، اي اهي قاعدين اللي هو التيبنج بينقلب، عمال يطلع فوق كمان شويه هنا. كتبناهم هنا اهو، كتبنا بيكون اقل من ميو اس، هذا يكون تيبنج. احنا وصلنا لحد فين؟ نجيب الاكسلريشن، عندنا 3 معادلات. أول معادلة، السهلة اللي هي اف واي، لأنه في اف واي، بكتب أهو محصلة الاف واي هي تساوي صفر، ليه؟ بكتب له الـ A جي واي بيساوي صفر، ما بيتنقلش. طيب واللي فوق دي موجة، مين بقى اللي فوق اللي رد الفعل؟ من اللي تحت ام جي، يبقى ان هيساوي ام جي. الوزن قيمته كام؟ أو الكتلة خمسين، تاخد 50 ضرب 9 × 101 101 400.5 نيوتن. بعد كده هناخد حصيلة اللي هي حوالين محور إكس، حصيلة القوة اللي اتجاه محور إكس، دي بتساوي إم إي جي واي إي جي إكس. بيمشي كده موجب في نفس اتجاه الإم إي جي. مين اللي ماشي في اتجاهها؟ 600. مين اللي ماشي عكسها؟ الإف فراكشن. الإف فراكشن اللي هو سالب الميو كي، قيمتها 2 من 10،
رد الفعل، خلينا نكتب القوة وبعدين نعوض فيه. ناقص يو كي ام يساوي الام اي جي اكس، مفيش قوة تانية. طيب يبقى اقدر اجيب البي، اقدر اجيب الاي جي اكس. اي جي اكس البي هنا 600 ناقص النيو كي 10 في الميو 0.2 على الكتلة اللي هي مديها لي 50، يبقى انا عندي 600 ناقص الانسر قسمة 50 طلعت لي 2.19. حطش انت في الميو كي على 600 ناقص 2.10 في 490 نص قسمة 50 يعني الاكسلريشن 10. يعني بشكل مختصر ابو علي، لما مباشره من القى بوكس راح افترض انه سليبنج واطبق القوانين الثلاثه هذه. طب لسه الحين باقي نثبت ان مسافه الاكس. ايوه ناخد المومنت بقى، ناخد المومنت حوالين نقطه مين، هنسمي النقطه ديت ايه؟ اثبت بس اهو اي نقطه. لو انت خدت حوالين نقطه جي هدي النقطه دي جي، لو خدت حواليها هيساوي صفر. ناخذ حول الجي اللي تعودنا، لو انا خدت حواليها هيطلع بصفر فهيدخل معاك. ماشي المهم لو انا خدت اهو مومنت يدخل ال ان وراح يدخل ال اف وراح يدخل ال 60، ده هيساوي صفر. ليه؟ لان حاصل الضرب الام في الاي جي مفيش بعد عنها، هي بتمر بيه. طيب ده هيساوي صفر، مش كده ادينا موجه البي ديت كانت على بعد قد ايه؟ هي نطلع عفوا ننزلها تاني اهو 8 من 10 من تحت النص، يبقى على بعد 3 من 10 دي نص الجزء ده 3 من 10 من اللي بجيب حوالين الجي، وناخد 600 ودي بتلف ازاي مع عقارب الساعة؟ اعرفها ازاي؟ اقوم قاطع كده هو ولف معاها هيطلع 600. ومعطينا يا ابو علي من الارض للبي كانت 0.7 صح؟ 8 من 10 8 من 10 لسه شايفها دلوقتي، وهذا نص. اوكي 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 وصلت. يبقى ده 603 من 10، وبعدين يجيب دوت ده بيلف برضه مع عقارب الساعة، احنا قلنا ده مع عقارب الساعة اديله سالب، وده بيلف مع عقارب الساعة اديله سالب. سالب كام؟ البعد كله نص، بعد اهو نص في نيو كي اللي هو 2 من 10 في رد الفعل عند الأخير إن ده بيلف عكس عقارب الساعة يعني موجب بتاعته إكس في رد الفعل اللي هو 490 ونص، كل ده يساوي صفر. بس دول اديهم الجهة التانية اللي هم بالسالب دول 603 من 10 زائد نص في 2 من 10 490 ونص، يطلعوا الجهة التانية يبقى يطلع لي ال x نحط هنا 490 ونص، طلع لي هنا 229.05 490 ونص، طلع لي 466 أقل من النص كانوا مظبوط. إذا هو فعلا سلايدنج ينصب افترضنا كان مظبوط يعني الاكسلريشن جبناه. الاكسلريشن بدا من الاكس اقل من نصف المسافه معناته خلاص سليبنج. واللي بعدين برضه اهو بيقول لي ان عندي الصندوق اليدوي دوت الكتله بتاعته الام دي اند السنتر اوف ماس الجي في قوه اسمها 50 تم تسليطها بواسطه اليد، اهم كتله الويلز ديت مش هتخش معايا في الحساب. بيقول احنا عايزين نجيب ردود الفعل عند كل ايه ويبز. طيب كل عجله من دول
كمان زي رسم الكيبورد دايجرام اهو، الكيبورد دايجرام ضم الحاجتين يعني، في هنا واحدة وفي هنا واحدة تانية، وهنا في واحدة وهنا واحدة تانية كده يعني. إذا مش رد فعل واحد ده ردين فعل، يعني أسوي هنا كده أكتب اتنين إن إيه، وأكتب هنا حق اللي من جهتي ومن الجهة اللي ورا. مظبوط مظبوط. طيب هنا في وزن ام جي، ما جابش سيره الاحتكاك لان ديت رولينج، ما جابش سيرته ما نحطوش. وبعدين القوه ديت هنحللها، لما نيجي نحللها جايه كده سنوات التاثير اهي، يجي لك واحده كده واحده كده، حل بدايه الزاويه 60 ده اهي، يعني هتعمل واحده كده واحده كده، هيطلع لي البي اللي هي 50 زائد 60، وهنا عندي هنا 50 زائد 60، والابعاد ديت موجوده معايا اللي هي نص متر المسافه دي، وعند النقطه ديت المسافه 4 من 10، بعد كده الجي دوت مش في المنتصف، وعامل هنا 2 من 10 متر وهنا 3 من 10 متر. هنا لو انا اتقسمت الكيناتيك حضرتك اهو، هنا المستوى ايه في الجي اكس، هنا مستوى افقي اهو شمال، احنا بنيجي نرسم الاي جي فمش هنلاقي اي جي اكس صح كده اهو، يبقى هنا ام اي جي اكس مفيش الا هي دي. طيب انما لو كان المستوى مائل زي ما احنا قلنا كده ممكن احلله او اخليها برضه واحده زي ما يعجبني. طيب ايه بعد كده اللي عندك؟ لو جينا مثلا مسحنا محصله القوه الاختلال اكس دي بتساوي ام اي جي اكس، يمشي كده هو اللي موجب نفس اتجاه الاي جي. مين الاتجاه دي؟ الاتجاه دي مفيش الا دي بس، مفيش رد، في رد فعل ده راس، مفيش احتكاك مفيش، يبقى مفيش اللي عندي 50 وزاي 60 ده بيساوي الام اللي هو مديها لي 200 والاي جي، يبقى كده اقدر اجيب الاي جي ماشي. الاي جي سي زي 60 قسمة 200 طلعت لي 1/8، يعني 1.25 متر لكل ثانية ترتيب. وانا خدت ردود الفعل اللي هو سمشن اف واي طالع في موجب ده بيساوي صفر، لان الاي جي واي بيساوي صفر. مين اللي فوق؟ اللي فوق ادا واحد اتنين عكسهم الام جي، وانا عندي 2 ان ايه زائد 2 ان بي ده بيساوي الام جي. نقسم على الاثنين، نقسم على الاثنين يبقى ان ايه زائد ان بي، ام جي على الام قال 200 تسمع 8 1 على 2 يعني 100، يبقى 910 كده. هذا اول معادله. طيب تعالى نشوف المومنت، انت قلت ناخد حوالين الام حوالين نقطه جي ماشي حول الجي بالضبط، بس انا لو خدت حوالين الايه والبي هقدر اطلع واحد فيهم على طول وبشرط، انما كده هتطلع معادله فيها ان ايه وان بي هتيجي تحلهم مع بعض ونحلها مع الاف واي نحلقها اي، او لو انا خدت واحده حوالين دي خلص، ما انت كده كده هتجيب مومنت هتجيب معايا، انما لو انا خدت حوالين اي وبي هيبقى اسهل، هتطلع معادله فيها مجهول واحد، لان اللي انت هتجيب حواليه حوالين نقطه ايه رد الفعل ده مش هيظهر معايا لانه بيمر بالنقطه. ها ولا نجيب حوالين الجي ابدا مو مشكله. طبعا هذا رولر له رياكشن واحد فوق بس صح؟ اه طيب ناخد حوالين مين؟ ناخذ على الرول اللي تحت العجله اللي تحت مو مشكله. ايوه يعني ناخذ ايه ولا بي؟ اي مومنت اهو حوالين دي، هم جاي كاتب لهم محصله ام حوالين مومنت كي حوالين الدي، يعني ده هيظهر معايا. ايوه ده هيظهر معايا لان معايا خلاص الاي جي. طيب واللي يمشي كده موت، امسك ده الاول ده خلاص مش هيظهر معايا رد الفعل ده، انما ده هيدخل معايا القوه في البعد، بعد اهو 2 و3 5
ومتر 5 من 10 في 2 NB، بدل القوة كلها في البعد. يلف ازاي؟ قال لي بيلف عكس عقارب الساعة، يعني موجة. طيب تعال نشوف، لسه في قوتين، واحدة واحدة. هي تيجي كده، تيجي تجيب سالب اللي هي 50 ساين 60. تعال نشوف البعد، البعد بقى من أول هنا، من أول هنا أهو لحد هناك، يعني في 4 من 10 وفي 2 و3، يبقى كده 9 من 10. لأن هي ماشية في إيه؟ ماشية، بجيبها إزاي أنا؟ القوة ماشية في واي، أجيب البعد بتاعها في إكس. أبص اللي فوق، هي ماشية في إكس، البعد بتاعها كل ده، كل ده بنقول أهو نص متر، بنقول جاهز. أقوم آخد، طب دي سالب ولا موجب؟ ده أنا أقطع ألف ألاقيها موجب. أقطع وألف إزاي كده؟ أهو لافف، لأن بلف عكس عقارب الساعة. قيمتها 50 وزايد 60، البعد نص، كل ده لازم يساوي كم؟ الراجل ده بتجيب حوالين النقطة ديت وبتلف، وأجيب ألاقي برضه موجب. بس باقي الام جي صح يا ابو علي؟ اه صح، لازم الام جي. طيب صح، فاهم كده، صح شويه كده. الام جي، الام جي انت بتجيب، يبقى انت هتقطع كده وبلف، الاقي بلف مع عقارب الساعه، يبقى سالب. المسافة 3 من 10، بس انت قلت سالب، ماشي اهو 3 من 10. كل ده يساوي بقى المسافة بتاعت الام جي دي، بص عليها مع بس بالله ابو علي بعدينك، الام كي اي هذه وش نقصد فيها؟ حصلت الام اي جي حوالين النقطة اللي انت طالبها 2 من 10. الراجل ده له محصلة هنا، محصلة القوة الخارجية كلها اسمها ام اي جي هنا. تمام تمام فانا باخد مضبوط مجموع عزوم القوة راح يكون يساوي، راح يكون ام اي جي في 0.2، والاتجاه بتاعه موجب لانه بيلف عكس عقارب الساعه، لان انا ما خدتش النقطه حوالين الجي. لو كانت حوالين الجي كانت السمشن الام كي دوت، ايوه كان اختفى لما يجي اكس كانت صفر، يعني تختفي. ايوه طب تعالى نكملها، قلنا دي هتبقى البعد بتاعها 3 من 10 في الكتله، لا 2 من 10 2 من 10 الكتله اللي هي في الام اي جي، طلعناه اهو هي 25 كده، ما فيش الا ال ان بي بس. نحسب اللي هو معلوم، سالب 50 في 9 من 10 في ساين 60 زائد 50 في نص في كوزاين 60 ناقص 200 في 3 من 10 في 9 8 1، ده طلع سالب 6 1 5 6 7. هنا زائد ان بي، وهناك ده 2 من 10 في 200، 1 2 5 طلع 5. يعني ال ان بي هنجمع معاه 615.07، ده ال ان بي طلع كام دوت؟ ال ان بي بسم الله طلع كده ال ان بي 620.07. كام؟ 981، 981. لا في مشكلة هنا في الحساب عندي، هنحسبهم تاني كده، طلع فيهم صغيرة 50 في 9 من 10 في ساين 60. طيب دي بالسالب، ومعايا زائد 50 في نص كوزاين 60 ناقص 200 في 3 من 10 9 8 1 يعني كده الضغط مظبوط، الخيز يكون في الإشارة.
عندي الاي بي جي 3/10 وده بيلف ثابت. ماشي، هنا شفنا الـ50 ودي تلف سالب، دي تلف سالب، مين اللي سالب بقى؟ 50 سالب المسافة اللي هي 9/10 مظبوط سالب، بعدين الـ50 دي تلف نص المسافة كلها نص ودي تلف موجة. طيب دوت تلف موجة اللي هو، طيب كله مظبوط. الام اي جي انت قلت لي 225 ودوت يلف موجب المسافة بتاعته 2/10. طيب دي بقى المشكلة، المشكلة هنا نطلع ال ان بي 1000 وهنا و ان ايه نشوف تاني، سالب 50 في 9 في ساين 60 بعدين زائد 50 في نص كوساين 60 ناقص 200 3/10 في 9 8/1 ده لما يتنقل الجهة التانية ده كده طالع سالب عندك 2/10 في 200 واحد 25 تطلع 5 يطلع 620. طيب احنا قلنا مجموعهم 900، احنا قلنا هنا كمان في مشكلة اف واي، احنا نسينا حاجة في اف واي، نسينا الوزن هنا. لما جينا جمعنا سمشن اف واي خدت ردود الفعل ونسينا نحط القوة الخارجية كلها، جمعنا الام جي عدد كلها مش مظبوط، الام جي والقوة الخارجية اللي عندك هي نص 50 في ساينس 30، ازاي نسينا كل دول؟ الاف واي ثم لفوق هلاقي 2 ان اي 2 ان بي الوزن تحت ودي سالب 50 اهو 50 60 ده يساوي 0. يبقى ان زائد الدرجة الثانية يبقى عندك ام جي اللي هو 200 9 8/1 زائد 50 في 90 200 في 9 8/1 زائد 50 في ساين 60 طلعت لي 205 2005 كده. وسمع على الاثنين اقسم على الاثنين يبقى يطلع 1002.5 زائد ان بي. هو غلطان فيها دي، هو غلطان فيها. لما جينا نزلنا تحت، لما جينا تحت طيب تعال نتاكد كده، قلنا دي هتساوي هنا في دي في دي تبقى ان بي هنا ناقص واللي هناك ده طلع 5 يبقى الان بي هيطلع 620 او 7. نيجي نعوض هنا طلع لي الان ايه 1002 6 5 ناقص 620 6 7 دوت ناقص 620 0 7. هنيجي نتأكد من الحل دلوقتي هيطلع زيه برضه 620 6 7 لما ضرب 2 يطلع، لا يا اخي هذا 1002.67 ناقص 620 او 7 ده طلع القيمه دي. نتأكد من الحل 8 2 5 8. القيمتين دول القيمتين اللي احنا جبناهم دول عندك هنا المحل اللي انت تحسب حوالين الايه لان ايه المعادله دي عنده هو فيها غلطان لانه كاتب ان ايه وان بي يساوي 2005 هو حاطط على واحده ما هو مفترض ان في رد فعل واحد بس ما ينفعش رد فعل واحد، رد فعل واحد العجله تمام
تبقى في ستيبل ازاي؟ لان يعني نسينا ياخذ الرياكشنز حق اللي ورا. ايوه العجله تمشي ازاي او العربيه دي تمشي ازاي؟ لازم اثنين اربع عجلات. يعني هو هنا كاتب عايزين نوجد ردود الفعل عند كل ات ايش اوف التو ويلز، حتى كاتب اهو عايزين نجيب ردود الفعل عند العجلتين تو ويلز اللي هم عند الاي والبي سؤاله. لكن لما جه يحل حاطط رد فعل واحد بس، عشان كده عموما الحل بتاعه هيتفق معانا. هو حاطط اثنين، احنا حاطين حاطط واحده بس، حاطط واحده هنا، احنا لازم نحط هنا اثنين. طيب خلصنا الجزء دوت، عندنا بقى مين اللي بعده؟ نقفل دوت، بوقف الفيديو ونبدا تسجيل جديد 28. طيب لا ما انا هقفل السيشن وهدخل لك انا اشوف الملف فين. ماشي اوكي، ما هم مشكله، ما هم مشكله بقى.